بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معانا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية. في كمان رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، أو صباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن احنا حسينا يمكن ببعض رياح كانت بالأمس، أو يعني مساء أمس كان في رياح كده كان محملة يمكن بالبرودة شوية، كنا حاسين ببرودة الطقس. بالفعل يمكن احنا نوهنا اعتبارا من اليوم الحد وحتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله هنبدا نشهد بعض التغيرات الجويه في حاله الجو، وهيكون اهمها طبعا نشاط الرياح اللي هيكون على اغلب مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان تساقط الامطار اللي هيكون متفاوت الشده في اغلب ايضا محافظات الجمهوريه. متفاوت الشده يعني هيختلف كمياته من محافظه للثانيه، وده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وايضا منخفض سطحي على سطح البحر الاحمر، منخفض السودان الموسمي، امتداد منخفض السودان الموسمي. وجود المنخفضين هيعملوا على وجود تغيرات جويه بشكل كبير. النهارده متوقع ان شاء الله يكون في فرص لسقوط الامطار، كمياتها اليوم هتكون امطار خفيفه الى متوسطه على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه، مطروح والاسكندريه، شمال الوجه البحري، مناطق من الصحراء الغربيه. تمتد الامطار الخفيفه المتوسطه والرعديه كمان على مناطق من شمال محافظه البحر الاحمر، وسط وشمال الصعيد، بعض المناطق من جنوب سيناء. كمان الامطار اليوم هتمتد امطار خفيفه لمناطق من جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى اليوم فيها فرص لسقوط الامطار الخفيفه، ومدن القناه، سواحلنا الشماليه الشرقيه وجنوب الصعيد. يعني احنا عندنا اغلب محافظات الجمهوريه اليوم هيكون عليها تساقط الامطار. كمان اليوم طبعا في نشاط ده النهارده وبكره الامطار، ولا النهارده بس؟ الامطار النهارده وبكره وكمان يوم الثلاث، يعني الامطار مكمله معانا لحد يوم الثلاث، الامطار مكمله في الثلاث ايام. كمان النهارده في نشاط للرياح، سرعات الرياح اليوم في معظم. خليني هرجع للامطار، هل ليها ذروه؟ يعني هيبقى مثلا بكره اكتر من النهارده، ولا الثلاث اكتر، ولا هي يعني متساويه على مدار الثلاث ايام؟ لا بالفعل ذروه الامطار هتبقى بكره الاثنين ان شاء الله، يعني ذروه التقلبات الجويه وذروه الامطار هتبقى غدا الاثنين ان شاء الله، لان كميات الامطار بكره هتبدا تزيد كمان في مناطق من محافظه البحر الاحمر او سيناء، هتتحول لامطار متوسطه ورعديه. الامطار كمان كميتها مش قليله بالنسبه لسيناء او محافظه البحر الاحمر، وكمان مناطق من جنوب الصعيد هتعرض للامطار، وكميات الامطار على القاهره الكبرى ممكن تتحول الامطار الخفيفه المتوسطه. فبالتالي ذروه الامطار هتبقى النهارده بالليل وبكره الاثنين ان شاء الله، مع استمرار وجود نشاط للرياح كمان مكمل معانا الثلاث ايام، يعني النهارده وبكره ويوم الثلاث هيكون في نشاط للرياح. سرعات اليوم هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه، ويمكن احنا كلنا حاسينه من الساعات الاولى من الصباح وجود نشاط للرياح، من الجو برد شويه. بالفعل نشاط الرياح ده بيخلينا نحس بالبروده ويحس بانخفاض قيم درجات الحراره، هيكون كمان مثير للرمال والاتربه اليوم، لكن في مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربيه، فالاتربه هتبقى في المناطق الجنوبيه اليوم. بالاضافه كمان ان اليوم طبعا في احساسنا بالاجواء الشتويه والطقس المائل للدفء، فتره النهار فترات الليل هيبقى في بروده، يمكن نحس بالبروده الشديده مع وجود نشاط الرياح بيزود احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره. زي ما قلت في الاول ان ذروه التقلبات الجويه غدا الاثنين ان شاء الله مكمله معانا الامطار ليوم الثلاثاء، ومع يوم الاربعاء باذن الله يغادر المنخفض الجوي تمام الاراضي المصريه ويعود لاستقرار تاني في الاحوال الجويه. هحس بانخفاض قيم درجات الحراره كمان بكره وبعده، يمكن اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع 23 الى 24 درجه مئويه، غدا هتبقى ما بين 22 و21 درجه مئويه، فبكره كمان هحس بانخفاض قيم درجات الحراره في معظم المحافظات. فعشان كده احنا بنقول الثلاث ايام دولت اجواهم شتويه بامتياز، بالظبط نخلي بالنا، والملابس الشتويه لسه موجوده معانا على مدار اليوم كله، بالاضافه كمان مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في المحافظات الجنوبيه، واحنا خارجين نرتدي الكمامات.
القيادة تكون بهدوء تام ونتابع النشرة الجوية بصورة يومية، لأن وارد جدا يحصل تغير في حالة الطقس أو التوزيعات الضغطية، تغير كميات الأمطار أو تغير التنبؤات الجوية في أي وقت، فمهم جدا المتابعة المستمرة للنشرات الجوية. أكيد. طيب حضرتك يمكن بتقولي إن إحنا في عندنا رياح وفي أمطار، بالنسبة لحركة الملاحة البحرية هتكون عاملة إزاي؟ هو اليوم تحديدا حركة الملاحة البحرية مش هتتأثر بشكل الكبير، لأن نشاط الرياح هيبقى في المناطق الداخلية، فبالتالي ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط أو البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، لكن يمكن نشاط الرياح بتاع بكرة إن شاء الله هو اللي يأثر على حركة الملاحة البحرية، لأن هيكون في أغلب المناطق ممكن يأثر على هيكون في ارتفاع في الأمواج يعني. بالظبط، هيكون في ارتفاع في الامواج عن اليوم، فبالتالي ممكن يؤدي لاضطراب حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط تحديدا غدا الاثنين ان شاء الله وكمان يوم الثلاثاء. اخر سؤال بقى ليا عن الشبوره المائيه. هي الشبوره المائيه على مدار 72 ساعه اللي جايه تاثيرها مش هيكون واضح بالشكل الكبير، لان وجود نشاط للرياح مش هيساعد على دكتور منار. يوم الاربعاء أيوه. وجود الشبوره المائيه هيعود تاني من يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن لحد يوم الثلاث تاثير الشبوره المائيه مش هيكون موجود بالشكل ده. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعه اليوميه معنا في برنامج يا صباح الخير يا مصر، دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها معاكم من القاهره والعظمى 24 الصغرى 13، العاصمه الاداريه 24 12، اسكندريه 21 12، العلمين الجديده 20 11، مطروح 18 10، دمياط 20 13، بورسعيد 20 14، الاسماعيليه 24 11، السويس 26 12، العريش 21 9، كاترين 21 7، طابا 24 14، حلايب 28 20، شلاتين 29 19، شرم الشيخ 29 18، الغردقه 28 17، الفيوم 30 13، بني سويف 30 12، الوادي الجديد 34 14، اسيوط 30 12، سوهاج 31 13، قنا 34 15، الاقصر 36 16، واخيرا اسوان 38 17. وبكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا ان في 3 ايام من النهارده وبكره وبعده في امطار وفي رياح مثيرة للرمال والاتربة، في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فنخلي بالنا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر نرتدي الملابس الشتوية الثقيلة. هرجع مرة تانية لشاذلي وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.